يعقل وزير العدل. هاشتاغ ينتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صار الأعلى في مصر خلال ساعات من إطلاقه. الهاشتاغ وما يثيره من جدل يأتي ردا على تصريح لوزير العدل المستشار محفوظ صابر يرفض فيه تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء. السلام عليكم. وزير العدل المصري وقع له بحال وزير العدل المغربي، وإن كان وزير العدل المصري أكثر صراحة وأكثر جرأة من نظيره المغربي. في 2015 إن لم تخن الذاكرة سيطلق العنان للسانه في أحد البرامج التلفزيونية المصرية، وغادي يقول بالحرف الواحد عندما سأله مقدم البرنامج التلفزيوني: واش أي واحد ممكن يولج القضاء؟ وسأله بالتحديد عن أبناء عمال النظافة. شنو قال وزير العدل؟ إن عامل النظافة ممكن يتعين؟ يعني دي برضو يعني أنت حضرتك بتقول كلمة يعني يعني مش قوي كده. لا لأن دي كانت أحد القضايا المثارة. لا برضو هو يعني طبعا عمل القاضي المفروض برضو يكون من وسط مناسب لهذا العمل. مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل منه أو أكثر منه. قالهم باللي لا مكان لأبناء عمال النظافة في القضاء، ما يمكنش ابن عامل نظافة يولي قاضي. وفي الحقيقة هذه الهضرة هذه مهينة، هذه الهضرة هذه مؤلمة، ولكن كتمثل الحقيقة ديال جهاز القضاء في مصر وفي مجموعة من الدول الأخرى. وإن كان في المغرب ربما كنعرف أنا أصدقاء اللي ما كينتميوش لطبقة مرموقة ولا كينتميو يعني لعامة الشعب واستطعوا أنهم يوصلوا للمعهد العالي للقضاء، ولكن السيد وزير العدل المصري منين شاف باللي الشعب كامل ناض ضده غير بالهاشتاغ قدم الاستقالة ديالو. واش وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عنده الجرأة أنه يدير نفس الشيء؟ ولدي عنده جوج الإجازات وعنده في موريان لاباس عليه وخلص عليه وقرر في الخارج. السيد عبد الرحيم بعيدة وجه كلمة خصكم تعرفوا، راه دابا أنا نسيت حتى أنا نسيت، ماشي غير نتوما، يمكن حتى الجميع نسينا بلي أن عبد الرحيم بعيدة ينتمي إلى الحكومة لأنه عضو من أعضاء حزب الاستقلال. وعبد الرحيم بعيدة كيقول الوهبي خصك تمشي في حالك وخص الحكومة كاملة تقدم الاستقالة ديالها على هذه الفضيحة المزرية. أن في بلد يحترم في السياسة أنفسهم لقدمت الحكومة استقالتها من هذه الفضيحة ولا اعتذرت للشعب المغربي ولا أبناء الشعب المغربي من الشعب المغربي اللي اليوم تيكيبكوا قدام البرلمان. اش غادي يدير لهم البرلمان واش غادي ندير لهم انا واش غادي يدير لهم غيري؟ والله لن نحرك ساكنا، واقولها وازم اننا لن نحرك ساكنا. الظلم خطير جدا، اخطر ما يتعرض له الانسان هو الظلم، عندما يؤمن على انه ناجح وتجي انت وتقول له لا. لانه لا يعقل في مصر السيد شنو قال؟ هضر على التموقع الطبقي ديال التموقع الاجتماعي ديال الافراد. انت عامل نظافه باك كان عامل نظافه خصك تطلع عامل نظافه. وهبي قال انا لاباس عليه قرا في كندا، يعني اللي لاباس عليهم هما اللي يقدروا يشدوا المناصب في المغرب، ماشي اي واحد عنده الكفاءه وكذا وكذا. واصلا باش تقرا وباش خص يكون عندك الفلوس، وهذا الشيء اللي راه التوجه ديال الدوله للاسف الشديد. فعبد الرحيم بعيده اعطاه هضره اللي ما هي اللي خصها تكون. الحكومه يجب ان تقدم استقالته. لو كنا بطبيعه الحال في هولندا ولا في ألمانيا ولا في إنجلترا ولا لو كان كنا في شي دولة تحترم الإنسان تحترم الشعب غير الحد الأدنى ديال الاحترام، ما كنقولوش بشكل مطلق جنائية. راه اللي كيسمعك كتقول ديالي اللجنة، ديالي اللجنة ماشي ديالك، ماشي ديالك اللجنة ديال المغاربة كلها وضعوا فيها الثقة باش تصحح، ماشي اللجنة ديالي هي اللي كتصحح. هادو كيخدموا معايا، هادو كيديروا معايا، شكون انت في ملك الله تقول هاد الهضره هادي؟ هاد الهضره كلها مجتمعه جمعناها لك كامله، وكنقول لك اليوم تي عليها السي وهبي خاصك تمشي. لو كان كانت
كان عندنا على الاقل الا ماشي الحكومه، الحكومه هي اللي تعفي وزير العدل. ولكن وزير العدل كيخرج بوجهه احمر كيقول لك ما فيهاش. الناطق الرسمي باسم الحكومه بغينا نسولوه البارح، هي قلت لنا بعد قليل سيتحدث عبد اللطيف وهبي وسيتخذ قرارا مصيريا. تحدثت مع وزير العدل قبل قليل، اكد لي شخصيا انه عنده موقف واضح حول الموضوع سيشرحه في الساعات المقبله. شكرا لكم. فين هاد الساعات؟ واش انت ناطق رسمي ولا ناطق غير رسمي؟ واش انت ناطق ولا مهرطق؟ لان مني كتقول لي بعد ساعات، انت كناطق رسمي باسم الحكومه يعني الهضره ديالك مسؤوله. فات دوك الساعات وفات النهار ومازال ما شفنا حتى شي حاجه. واش كتضحكوا على الشعب؟ واش الشعب المغربي ما عنده حتى شي قيمه باش انه يعرف شنو كاين؟ يقلنا باللي مهم والله لا، داكشي اللي كيديروه عندهم الحق، لان المشكل فينا، لان الشعب المغربي لو كان كيوقف كل واحد عند حده ما كناش غادي نشوفوا بحال هاد النماذج، ما كناش غادي نشوفوا بحال هاد الناس هادو اللي كيقول لك الاستقاله ديالي محض احلام، يعني راكو غير كتحلموا، انتم تحلمون الى طيحتوا عبد اللطيف وهبي. عبد اللطيف وهبي في عز ازمه، في عز الازمه اللي كيعيشها القطاع ديالو، وفي عز الانتقادات الموجهه من اقرب المقربين، مثلا اللقماني على ما اعتقد هكا الاسم ديالو، من بين المؤسسين ديال الاصاله والمعاصره، اعطى فكره لعبد اللطيف وهبي ووبخه احسن توبيخ، قال له بلي ان هذا الشيء ضرب في العهد اللي اعطيته الملك، العهد اللي اعطيته للشعب المغربي، العهد اللي اعطيته الناس اللي انتخبوا عليك، العهد اللي اعطيته للناس اللي تقوا فيك، لانه لم يتجرأ حتى على فتح تحقيق في الامر. راه ماشي دابا دوك كسميتو قبل ما نفوتوا الاتحاد الاشتراكي اليوم تنشر واحد البيان، بيان باسم الطلبه الناجحين، قال لك حنا راه كذا نجحنا وتشهير وكذا. اش من تشهير؟ راه ماشي تشهير دابا، دابا دوك الناس الناجحين شكون كيحركهم؟ كيحركوهم هاد الناس هادو اللي راهم في واحد الوضع خطير جدا، واحد الوضع قانوني خطير في علاقتهم بهنة محمد. الامر لا يتعلق بشي واحد فات عنده 6 عطوا له 10، لا، الامر يتعلق باشخاص لم يجتازوا الامتحان او الاختبارين الكتابيين، ناس اللي ما حضرتش نهائيا في الاختبارين الكتابيين وتم وضع اسمائهم الى جانب الناجحين في لائحه الناجحين اللي تم الاعلان عليها في 30 دجنبر 2022. هنا ماشي تشهير ولا كذا، ماشي كيشهروا بشي واحد عنده 8 عطاو له 10 ولا كذا، هذاك نقدروا نتوما تمشيو تزيدوا دوك الكوشيات هكا تكوشيهم نيشان. دابا كنهضروا على ناس ما كاينينش وناس اللي فيهم حاله التنافي، علاش انا كنركز على هادو؟ حيت انا عارف غادي تجي واحد الوقيت غيبقى يقول لك لا ندير متابعه قضائيه تشهير جريمه جنحه مكتمله الاركان وكذا وكذا، داك الهرد الخاوي. ولكن ملي كيتعلق الامر باشخاص كما مراد الشقر اللي خداو له بلاصتو، هذاك الشخص هذاك ما فوتش، ما كاينش كاع، كتقلب عليه في اللائحه اللي فوتو ما كاينش، هنايا ما كاينش تشهير بشي واحد فات وهادي يعني كنضربوا في كتمتو انه فوت، ما فوتش، واحد عنده التنافي بحال داك المدير. ف عبد اللطيف وهبي فين باش تعرفوا باللي هادو كما كتقولوا يمكن بالدارجه كتقولوا كيتمرقنوا علينا، تمرقين بالدارجه. عبد اللطيف وهبي مشى حضر لواحد الندوه نظمها الاتحاد الاشتراكي حول المحاماه، بقاو يناقشوا تما المسوده واش هذيك مسوده ولا مشروع قانون وكذا وكذا، وقالوا لي ان ديك المسوده هي مجرد مسوده قانون ديال مهنه المحاماه، بغاو يبدلوا القانون ديال مهنه المحاماه. فعبد اللطيف وهبي حتى هو هضر تما، هناك من اعتبر ذلك استنجادا بالاتحاد الاشتراكي اللي كان معاه قبل، ولكن انا عندي واحد الملاحظه.
عبد اللطيف وهبي مشى حضر الندوة، كيبقاو يناقشوا اللوغس هذه تكون فيها من اجل تجويد منظومه العداله في المغرب، لان ملي كنقول المحاماه راه كنقولوا واحد المهنه مساعده من اللبنات الاساسيه للقضاء وللعداله في المغرب وفي اي دوله. فهما كيجيو يبقاو يناقشوا العداله، شوفوا المفاهيم، مفاهيم الفضفاضه، هذه هي المفاهيم الفضفاضه، هذا هو كضحكوا على عباد الله، كتناقش لي النزاهه وكان ناقش لي عمليا، ما تقوليش في المؤتمرات وفي الندوات لا راه يجب وانه خصنا نديروا توصيات وكذا، لا، على المستوى العملي خصك تجي تنفذ لي هذه الهضره هذه. دابا كاين شبهه العالم كامل عرف، فرنسا فرانس 24، الجزيرة، بي بي سي، جميع القنوات العالمية التي تتحدث باللغة العربية اللي عندها من سبلو هضرت على هذا الفضيح، وعبد اللطيف وهبي مازال ما اقتنعش باللي خصو يتخذ الإجراءات المناسبة يجي يفهم المواطنين، يقول لهم كيفاش هذا فات، كيفاش هذا ما فوتش ولقينا الاسم ديالو، كيفاش هذا في حالة التنافي وياك صاحبك راه معاك في الوزارة، كيفاش هذا فوت، فهمونا. ولكن للأسف الشديد هاد الناس هادو حاسبين الشعب المغربي ما كيسوى حتى شي حاجة، هاد الشيء في الاعتقاد ديالهم، وخصنا نبينوا له بلي أن الشعب المغربي كيسوى. حنا عارفين مزيان بلي أن الدولة ممكن نسحب لها بلي كاين واحد اللجنة معينة في الرباط صافي غادي يتفاهموا معاها باش يسكتوا هاد الشيء، راه ماشي هذاك الشيء باش يسكتوا، هاد الشيء ما غاديش يسكت، باش نكونوا متواضحين مع الجميع. نهار ديال المنتدبين نهار الحد بعد المباراة غادي تكون وقفة من أجل محاربة الفتنة، وراني قلتها في نقاشات أخرين، من أجل محاربة الفتنة ومحاربة الفساد وباش يتوضح حد لهذا الشيء، لأن هذا الشيء بزاف كاين في بزاف ديال الحوايج، هذا الشيء خصو يوقف. 2023 هذه ما راناش في الأبيض والأسود، دابا كاين وسائل التواصل الاجتماعي، العالم تقدم أي حاجة تقدر تولي فضيحه ماشي محليه وانما عالميه بحال هذا الشيء. هذا الشيء راه كان ديجا ولكن ما كانوش وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم منين كاينين ولات الفضايح كتبان امام الملأ وامام الملايين، كتبان للملايين. والمهم واش غادي نقول لكم، تحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، بارطاجيو هذا الشيء باش هاد الافكار هادو يوصلوا للشعب المغربي وخاصه المعنيين بالامر، والمعنيين هما كل شيء، باش الاب الام الاخ الاخت كما شرحت قبل، وتحيه للجميع.